أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في هذه الحصة التي ستكون مخصصة لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا مادة الفلسفة، والتي سنلاحظ من خلالها الخطوات المنهجية الخاصة بالسؤال الإشكالي المفتوح. فكما هو معلوم بالنسبة للأسدس الثاني في هذه السنة، فالمتعلم يكون أمام صيغة جديدة للاختبار أو للامتحان. الصيغة الأولى هي صيغة النص المرفق بسؤال حلل وناقش، والصيغة الثانية هي صيغة السؤال الإشكالي المفتوح. أولا، ماذا نعني بالسؤال الإشكالي المفتوح؟ سؤال إشكالي، الإشكال من المشكلة، يعني المعضلة والمأزق والمسألة التي تحتاج إلى حل. ومن المعلوم أن السؤال أو الفكر الفلسفي هو فكر تساؤلي، لا يقتنع بالمسلمات ولا يؤمن بها، ويخضع كل شيء للتحليل والفحص قبل أن يقتنع به أو يسلم به. سؤال إشكالي المفتوح، كلمة مفتوح هذه تعني أي أن السؤال غير مرتبط بمادة معرفية محددة، أي غير مرتبط بنص أو قولة محددة. مفتوح كذلك لأنه يحتمل إجابات مختلفة وليس جوابا واحدا بعينه. قبل أن نلاحظ نموذجا تطبيقيا لكيفية الاشتغال على السؤال الإشكالي المفتوح، لابد أولا أن نتعرف على المراحل أو المهارات والقدرات التي يكون المتعلم مطالبا بإنجازها أثناء اشتغاله على السؤال الإشكالي المفتوح. فكما نلاحظ هنا، حينما يعني أكون مطالبا بالاشتغال على سؤال إشكالي مفتوح، فأنا أكون مطالب ب يعني إنجاز مجموعة من المهام. هذه المهام تتجسد على شكل خطوات ومراحل أساسية. أكون أولا مطالب بإنجاز تقديم معين للموضوع، وأنا أحاول أن أجيب عن هذا السؤال الإشكالي الذي يكون موضوع الاختبار. أكون مطالبا بسلك مجموعة من الخطوات الأساسية. أول خطوة كما قلنا هي خطوة المقدمة أو مستوى الفهم. خلال هذه المرحلة أكون مطالب أولا بتحديد موضوع السؤال ومجاله. ثم الخطوة الثانية، لا بد من إبراز عناصر المفارقة التي يعني ينبثق منها الإشكال. الخطوة الثالثة، وبناء على تلك المفارقة ينبغي طرح الإشكال أو مجموعة من التساؤلات التي تكون موجهة للحظة التحليل والمناقشة. أثناء اللحظة الثانية والتي هي لحظة التحليل، أكون في هذه اللحظة مطالب يعني بشرح ألفاظ السؤال. فالسؤال به مفاهيم معينة ينبغي الوقوف عليها وتحديد دلالاتها وشرح معناها. بعد يعني شرح ألفاظ السؤال، ينبغي ثانيا شرح صيغة السؤال. فالسؤال مثلا الذي يبتدئ بهل ليس هو السؤال الذي يبتدئ به بأي معنى أو إلى أي حد. إذن لا بد من تحديد المطلوب مني أثناء يعني السؤال أو من خلال السؤال، لأن المطلوب هو الذي يوجه لحظة تحليلي ومناقشتي لهذا السؤال. بعد تحليل صيغة السؤال، لا بد من استحضار الأطروحة الفلسفية المفترضة التي قد يحيل عليها السؤال، إذ أنني أحتاج في هذه اللحظة أو هذه المحطة لمادة معرفية أحاول من خلالها أن أحلل هذا السؤال. وقد تكون يعني أطروحة فلسفية، غير أن هذه الأطروحة الفلسفية التي يفترضها السؤال لا بد من استحضارها بمنطقها الحجاج. لا بد من الوقوف كذلك على القناعات المؤسسة لهذا الرأي والمرتكزات الحجاجية التي ينبني عليها. بعد لحظة استحضار الأطروحة المفترضة، أمر في لحظة ثانية إلى لحظة المناقشة. لحظة المناقشة هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يرتبط بالمناقشة الداخلية. ماذا نقصد بالمناقشة الداخلية؟ نقصد بها أي أن ينبغي أن
أحدد نقط قوة، نقط قوة ونقط ضعف الأطروحة المفترضة التي وظفتها أو استدعيتها أثناء التحليل. لا بد من تسليط الضوء على جوانب قوتها، وكذلك لا بد من الإشارة إلى بعض جوانب الضعف. حينما أنتهي من لحظة المناقشة الداخلية أمر إلى لحظة ثانية، ويتعلق الأمر بلحظة المناقشة الخارجية. في هذه الخطوة لا ينبغي، كما هو يعني متداول في كثير من الأحيان، أن نكتفي بسرد واجترار مواقف فلسفية، بل لا بد من أن أفتح أفقا لنقاش الموضوع المطروح أو الإشكال المطروح. وهذا النقاش ينبغي أن يتجه في منح الجواب على ذلك الإشكال عبر استحضار بعض المواقف التي قد تدعم تلك المناقشة. من طبيعة الحال بعد المناقشة يجب أن أختم الموضوع بتركيب، وهذا التركيب ينبغي أن يتضمن يعني مؤشرين اثنين، أو يتضمن يعني رأي خلاصة عامة تجمع أطراف يعني التحليل والمناقشة. وفي مرحلة ثانية لا بد من أن أبدي رأيي الشخصي بخصوص الموضوع. إبداء الرأي هذا لا بد أن يكون مؤسسا ومرتكزا على حجج يعني تبرر الرأي المتبنى بخصوص ذلك الإشكال وتلك القضية، وينبغي أن يكون بمثابة جواب عن الإشكال الذي يعني أكون بصدد الاشتغال عليه. بعد تعرفنا على يعني الخطوات المنهجية، الآن سنحاول يعني التعرف على نموذج تطبيقي، أو سنشتغل على نموذج تطبيقي نحاول من خلاله أجراءات هذه الخطوات التي أشرنا إليها. لنأخذ النموذج التالي. السؤال يقول: هل أصبحت التقنية المعاصرة تتحكم في الإنسان؟ نحاول أن نشتغل عليه، ونحاول أن نطبق ما لاحظناه في يعني الخطوات المنهجية. فكما قلنا، أول مرحلة أو أول يعني خطوة ينبغي أن يقوم بها المتعلم هي تحرير تقديم أو مدخل مناسب للموضوع. هذا التقديم لابد أن يحدد من خلاله المتعلم مجال السؤال والموضوع الذي يندرج ضمنه. نقصد هنا بمجال السؤال المجزوء التي يندرج فيها، وكذلك المفهوم والمحور. غير أنه هنا لا بد من الإشارة إلى أن تحديد مجال السؤال لا يعني بالمطلق أن أقوم بإنتاج أو بكتابة موضوع جاهز، كقولنا مثلا يندرج السؤال ضمن مجزوءة الفاعلية والإبداع، وإنما ينبغي أن يكون يعني تقديمي هذا يعني فيه مؤشرات تبين على أنني استطعت أن أستوعب المجال الإشكالي الذي يندرج ضمنه يعني موضوع الاختبار. ويمكن أن يكون على سبيل المثال الانطلاق من وضع يمين الواقع المعيش أو من تاريخ الفلسفة، كما يمكن أن أنطلق من تعريف المفهوم. كما لاحظت الآن مثلا، كما تلاحظون، موضوع السؤال هذا الذي نحن بصدد الاشتغال عليه هو يندرج ضمن مجزوءة الفاعلية والإبداع، وبالضبط مفهوم التقنية في المحور الثالث نتائج تطور التقنية. يمكن أن نبدأ مثلا بتعريف للتقنية، وأن نعرف مثلا التقنية بأنها هي مجموع الأدوات والوسائل التي يخترعها الإنسان أو التي طورها الإنسان بهدف السيطرة على الطبيعة وتحقيق متطلبات العيش بصفة عامة. اعتماد الإنسان على التقنية مثلا يمكن أن نقدم للموضوع هكذا. إذن بعد تعريف التقنية نقول مثلا على أن اعتماد الإنسان على التقنية أملاه الفارق بين قدرات
الإنسان المحدودة والضعيفة واحتياجاته الكثيرة والمتنوعة. فمن المعلوم أن الإنسان هو لديه احتياجات متعددة، غير أن يعني بشكل طبيعي فقدراته محدودة، ويمكن أن نأخذ أبسط الحيوانات فهي تتمتع بقوى وبقدرات ربما هي تفوق بكثير قدرات وقوى الإنسان. لهذا لم يكن الإنسان من بد سوى أنه توسل التقنية ولجأ إلى التقنية من أجل تجاوز حالة النقص وعدم الاكتمال هذه. يمكن أن نشير كذلك إلى أن عصرنا الحالي هو يعني عصر تقنية بامتياز، على اعتبار أن مراحل تطور التقنية مرة من يعني من 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 صيرورة غير متناهية، فبدءا مثلا بالعصر الحجري مرورا بالعصر يعني البرونزي وصولا إلى العصر الرقمي مثلا اليوم، أو عصرنا أصبح يوصف بأنه عصر الرقمي بامتياز. بعد يعني القيام أو بعد تحرير مدخل مناسب، كما لاحظنا الآن يعني كان عبارة عن تعريف لمفهوم التقنية ويعني تحديد لهذا المفهوم، يمكن أن نمر في المرحلة الثانية، أو لا بد أن نمر في المرحلة الثانية إلى اللحظة التي يجب أن يعني نحدد فيها المفارقة، لاعتبار أن المفارقة هي التي ستؤدي إلى طرح الإشكالات. ماذا نقصد بالمفارقة؟ المفارقة يعني في أصلها جاءت من يعني الأصل بارادوكس، بارا تعني ما يخالف أو ما يعارض، والدوكس دوكس يعني الرأي أو وجهة النظر العامة أو وجهة نظر العامة، غير أن في معناها الاصطلاحي المفارقة تعني تلك اللحظة التي يصل فيها الفكر إلى تناقض معين، أو يصل فيها الفكر إلى باب مسدود، على اعتبار أنه يجد نفسه أمام فكرتين أو موقفين كلاهما يعني يطرح نفسه بقوة، كلاهما أو كل موقف له منطقه الحجاج الذي يلغي الآخر، غير أن لا أحد يقصي لا موقف يقصي الموقف الثاني، على اعتبار أن كلا الموقفين متساويين من حيث الإقناع ومن حيث الحجية. هنا الفكر يجد نفسه أمام مأزق وأمام تناقض، هل يسلم بهذا الموقف أو بهذا الموقف؟ إذن هنا تطرح يعني مفارقة أو إشكال أمام الفكر، لا بد أن يعني نحل هذه المفارقة وهذا الإشكال. فكما تلاحظون مثلا هنا عناصر المفارقة تتحدد فيما يلي: التقنية أملتها الضرورة الطبيعية، على اعتبار أن الإنسان كائن ضعيف، فهو بدون تقنية لا يمكن مثلا أن يلبي احتياجاته الأساسية، إذ أن التقنية تساعد على تجاوز حالة النقص وعدم الاكتمال. من جهة ثانية، هذه التقنية كما نلاحظ اليوم أصبحت ربما تمارس نوعا من السلطة على الإنسان، أصبح الإنسان لا يجد نفسه إزاء قوة تتحداه، أصبحت نتائج التقنية يعني كارثية على الإنسان وعلى الطبيعة بصفة عامة وعلى البيئة وما إلى غير ذلك. إذن في هذه الحالة يجد الفكر أو نجد أنفسنا أمام تناقض معين، هل لازلنا نتحكم في التقنية؟ هل لازالت التقنية فعلا في خدمة الإنسان؟ وهل لازال الإنسان يتحكم في التقنية ويتخذها كوسيلة لتلبية احتياجاته؟ أم أن التقنية أصبحت قوة تتحدى الإنسان؟ لا يمكن أن ننكر اليوم مثلا على أن التقنية أصبحت بمثابة يعني قوة تسيطر علينا وقوة تتجاوزنا بكثير. هذه التقنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، فهي متواجدة في كل مناحي حياتنا. من هنا يأتي الإشكال، إذن هل لا زال الإنسان يعني يرى التقنية أو يعني يتعامل مع التقنية كوسيلة يتحكم فيها، أم أنها هي التي أصبحت تتحكم فينا؟ وهذا هو كذلك يعني موضوع السؤال. لهذا يمكن أن نخلص إلى من خلال هذا التناقض إلى الإشكالات التالية: ما هي نتائج تطور التقنية على الإنسان وعلى الطبيعة؟ هل يملك الإنسان اليوم زمام التحكم في التقنية المعاصرة أم العكس؟ كيف أدى ارتباط التقنية بالعلم
إلى تحويل الإنسان إلى مجرد كائن لا يستطيع الفكاك من سلطة التقنية. ثم نختم، هل يمكن حصر نتائج التقنية فيما هو سلبي فقط؟ بعد يعني لحظة الفهم سنمر يعني في مرحلة ثانية إلى لحظة التحليل. أول يعني أول شيء ينبغي أو يلزمنا القيام به هو شرح ألفاظ السؤال، وكما تلاحظون الآن من خلال السؤال الذي نحن بصدد تحليله فهو يعني يتضمن مفهومين أساسيين، المفهوم الأول هو مفهوم التقنية المعاصرة ومفهوم التحكم. ما المقصود بالتقنية المعاصرة؟ المقصود بها هي التغييرات الكمية أو التغيرات الكمية والكيفية، ويمكن أن نضيف كذلك والغائية، التي همت الأدوات والوسائل التي يستخدمها الإنسان نتيجة ارتباط التقنية بالعلم، مما أدى إلى ظهور آلات أصبحت هذه الآلات يعني تمتلك قدرة ذاتية على القيام بمهام معينة، أو ما نسميه بالآلة أو بعصر يعني الآلة. المفهوم الثاني هو مفهوم التحكم. ماذا نقصد بالتحكم؟ التحكم هو السيطرة والإخضاع، والسيطرة والإخضاع. بعد يعني تحديدنا أو بعد شرحنا للمفاهيم الأساسية نمر الآن إلى تحليل صيغة السؤال. فكما نلاحظ السؤال يبدأ بأداة استفهام هل، وهي أداة استفهام تتطلب الإجابة أو تصديق بنعم أو لا، يعني من خلال يعني الصيغة من خلال صيغة هذا السؤال فالمطلوب منا بدقة هو أن يعني نحدد ما إن كانت التقنية يعني أصبحت فعلا تتحكم في الإنسان، أم على العكس من ذلك لا زال الإنسان يتحكم في هذه التقنية ولا زال يخضعها لسيطارته. بعد تحليلنا لي يعني أو بعد شرحنا للمفاهيم نمر اللحظة لي يعني توظيف أطروحة مفسردة أو يعني استدعاء الأطروحة المفسردة التي يعني سنحاول من خلالها أن نحلل هذا السؤال. يعني نوظف هنا مثلا على سبيل المثال سنوظف هنا مثلا موقف ميشيل سيغ. موقف ميشيل سيغ هذا موقفه من التقنية هو موقف سلبي، على اعتبار أنه يرى على أن التقنية أصبحت اليوم تتحكم في الإنسان، لهذا يعني سنوظفه لتحليل هذا السؤال. ميشيل سيغ هذا من خلال يعني تحليله للعصر التقني أو العصر الذي نعيش فيه، إذا لاحظ على أن يعني العقل الغربي تحديدا خلال يعني العصور الحديثة حينما مأسس لمسألة التحكم في الطبيعة والسيطرة عليها عن طريق العلم والتقنية، هو في الحقيقة أسس لعنف موضوعي إزاء الطبيعة وإزاء الإنسان نفسه. لماذا؟ لأن ميشيل سير يرى على أن هذا الحلم، بين قوسين الحلم ديكارت الذي تبلور تحديدا مع ديكارت في, 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 في العصر الحديث، حينما قال أنه ينبغي التسلح بالعلم حتى نستطيع يعني إخضاع الطبيعة والتحكم يعني فيها ونطوعها لصالح الإنسان، فهو في الحقيقة حسب ميشيل سير كان بصدد تأسيس لموقف عنيف اتجاه الطبيعة. لماذا؟ لأن يعني ارتباط العلم بالتقنية حسب ميشيل سير خلف خسائر فادحة، هذه الخسائر على حد تعبير ميشيل سير تفوق في يعني مستواها الخسائر التي يمكن لحرب عالمية أن تخلفها. فعلى سبيل المثال يمكن أن نلاحظ على أن التقنية أو التقنية فعلا يعني أحدثت دمارا بالبيئة بالمحيط بالطبيعة. نلاحظ يعني ثقب الأوزون مثلا لا يمكن لأي حرب عالمية أن يعني مهما يعني شحذنا من وسائل ومن أسلحة لا يمكن أن ندمر الأوزون، في حين أن مثلا يعني هذا العصر التقني عصر الآلية يعني تسبب في كوارث معينة. يمكن كذلك للاحتباس الحراري مثلا أن ينعكس سلبا على مجتمعات يعني مختلفة، لأنه يتسبب مثلا في 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 في, في الجفاف، ويتسبب كذلك في ظهور يعني أو في حدود فيضانات وما إلى غير ذلك. من نلاحظ الآن مثلا ونتحدث عن يعني ذوبان الجليد في القطبين وما قد يسبب من 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 من, من هلاك للإنسان، على اعتبار أن مجموعة من السواحل والمدن يعني تمحى
من على الخريطة. بالنسبة لميشيل سير كذلك يعني يلاحظ على أن يعني الإنسان بفعل سعيه للتحكم في الطبيعة عن طريق التقنية أصبح ضعيفا على العكس، لم يصبح مسيطرا ولكن أصبح ضعيفا وخاضعا لدرجة أن هذا الخضوع أصبح كونيا. لذلك لا بد من تحكم في تحكمنا، فالوسيلة التي كنا نأمل من خلالها ضمان التحكم في الطبيعة أصبحت تنفلت منا ونحتاج لوسيلة أخرى لنتحكم فيها وتعيدها إلى سلطتنا. لقد كرست التقنية العبودية بفعل تداخلاتها المتشابكة. ماذا نقصد بذلك؟ أو ماذا نقصد تحديداً بأننا اليوم نحتاج لتحكم في تحكمنا؟ قلنا على أن الإنسان أو العقل الغربي تحديداً في العصر الحديث حينما نادى بضرورة التحكم في الطبيعة عن طريق توظيف العلم لهذه الغاية كان يسعى إلى البحث أو إيجاد آلية للتحكم في هذه الطبيعة وتكييفها حسب رغباتنا. بالنسبة لميشيل سير لاحظ على أن هذه الوسيلة التي تحققت فعلا لأن ارتبطت التقنية بالعلم وحققت نجاحات لاحقة من بعد، مثلا خصوصا حينما تطور العلم، هذا الارتباط بين التقنية والعلم لم يعد يمكننا من التحكم في الطبيعة، بل الآن هو انفلت منا، التقنية انفلتت من الإنسان. لهذا نحتاج اليوم إلى وسيلة، نحتاج اليوم إلى أداة تعيد لنا ذلك التحكم، لأن التقنية التي أصبحت تتحكم فينا أصبحت الأمور تنفلت منا. لاحظوا كل مناحي الحياة أصبحت تعتمد على التقنية. لنفكر مثلا ولو في لحظة عن انقطاع تيار كهربائي أو أن يحدث مثلا خللا في شبكة الانترنت أو ما إلى غير ذلك. لاحظ على أن يعني كثير من الأمور ستتوقف، شركات يعني عالمية تتكبد خسائر فادحة، حياة يعني بعض الأشخاص الذين يرقدون في مستشفيات وفي يعني العناية المركزة إن انقطع التيار الكهربائي سيفقدون حياتهم. لذلك لاحظوا هذه التقنية أصبحنا خاضعين لها بشكل مطلق، ولم يعد العالم اليوم قادر على الخلاص من هذا من سيادة التقنية ومن هذا الفكر التقني. الآن نحن في المرحلة يعني ما قبل الأخيرة، لحظة المناقشة. لحظة المناقشة هذه يعني تنقسم إلى قسمين، مناقشة داخلية ويتم من خلالها كما قلنا سابقا تحديد قيمة الأطروحة وحدودها. فمثلا قيمة أو هذه الأطروحة المفترضة التي وضفناها يمكن أن نحدد قيمتها فيما يلي. فالأطروحة تسلط الضوء على الجوانب السلبية في التقنية، وهي تعبر عن موقف فلسفي ملتزم إزاء الإنسان وإزاء الطبيعة، لأنه غير راضي عن ما وصل إليه أو المآلات التقنية في عصرنا الحالي. من هنا يعني تكمن قيمة الأطروحة، غير أن الأطروحة كذلك يمكن أن يعاب عنها أنها يعني أغفلت الجوانب يعني الإيجابية في التقنية، فرغم سلبيتها إلا أن هناك إيجابيات كثيرة للتقنية ولهذا التطور التقني. الآن سنمر إلى لحظة المناقشة الخارجية، يعني بعد المناقشة الداخلية ينبغي أن أفتح أو ينبغي على المتعلم أن يفتح أفاق أخرى لمناقشة الموضوع، وأن لا يكتفي بسرد بعض المواقف كما يقال المواقف المؤيدة أو المعارضة، وإنما ينبغي أن يناقش الأمر بأريحية وأن يتوسل تلك بعض المواقف التي يمكن أن تدعم النقاش وتذهب به يعني إلى أبعد حد. على سبيل المثال هنا كما تلاحظون يمكن توظيف موقف جيلبير هوتوا، هذا الأخير يرى على أن يعني التقنية في نفس يعني الاتجاه الذي ذهب فيه ميشيل سير، يرى على أن التقنية أصبحت تمثل سلطة شمولية تمارس نوع من يعني القهر على الإنسان، ولا الإنسان غير قادر اليوم من على الفكاك من سلطتها. لهذا يدعو يعني جيلبير هوتوا إلى ضرورة الرجوع إلى ثقافة الرمز والكلمة، وضرورة تعويض هذا يعني العصر الذي أصبح يتميز بطابع ميكانيكي، ويجب أن نرجع إلى الأصل وإلى الطبيعة وإلى ثقافة الرمز والكلمة. يمكن يعني كذلك أن نتوسل موقف موسكوفيتشي على اعتبار أنه يمثل الموقف أو موقف يعني إيجابي لتجاه التقنية، فهو لا يرى على أن التقنية تمثل سلطة تحكمية، بل على العكس من ذلك يرى على أن التقنية ما هي سوى امتداد للطبيعة. لا يكفي أن نتوجه بفكرنا أو بأعيننا فقط إلى الآلات العملاقة وإلى الصواريخ المدمرة، وينبغي أن نتجه كذلك إلى ما هو إيجابي في هذه التقنية.
فموسكوفيتش يرى على أن التقنية هي امتداد للطبيعة، فإذا كانت المطرقة مثلا هي امتداد ليد الصانع، فالآلة اليوم هي امتداد لفكري أو لدماغ المهندس، كلاهما مجرد وسيلة تقوم يعني دور معين في خدمة الإنسان. لهذا لا مجال حسب موسكوفيتش لإدانة التقنية أو توجيه انتقادات لاذعة لها، فهي لا تتعارض مع الطبيعة. بعد يعني المناقشة نمر إلى لحظة التركيب. في هذه اللحظة ينبغي أن يعني أن أنجز خلاصة عامة تجمع أطراف التحليل والمناقشة. كذلك ينبغي أن أبدي رأيي الشخصي، على اعتبار أن الرأي الشخصي في التركيب أو في الخاتمة ينبغي أن يتأسس على حجج مقنعة، وأن يكون يعني موقفا يعني لديه حجية، وأن ينبغي أن يتمرس المتعلم أو أن يبدي بعض المؤشرات التي تبين على أنه أصبح نوعا ما يمارس عملية التفكير ويوظف يعني المنطق والحجة من أجل الدفاع عن هذا التفكير. شكرا على انتباهكم، وإلى لقاء آخر.